تعبل أو لا أكمل قصيدتك ببيتين؟ قال إيه، هاي بركة أتبرك بها مولاي. قال قل معي وقبر بطوش. يا لها من مصيبة إذا أنت معزي إلى الرضا اليوم قطعا تتأثر بهالبيتين. وقبر بطوس، يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. قال مولاي قبر من هذا؟ هذا القبر اللي في طوس لمن؟ قال قبري فلا تنقضي الليالي والأيام حتى تصير طوس مختلف شيعتي وزواري. يعني ترى الزوار تأتي إلى قبري، هذا يمسك بالقبر وهذا يقرأ زيارة وهذا يقبل وهذا يطلب حاجته، طالب الحوائج الحين اطلبه، وهذا يقرأ مصيبتي في يوم شهادتي. وهي مصيبة هاي، يوم أن سقاه المأمون السم الزئام وقطع أمعاءه كالمواسي والسكاكين ورمى بنفسه على فراش المنية وقد أقبل إليه ابنه أبو جعفر الجواد. الله يساعد قلبه، شلون يشوف أبوه وقد تغيرت ألوانه. فلما حانت منيته احتضن قبل ودعه أخذ يبدي وصايا حتى إذا أتم عرق جبينه. سكن أنينه وعند احتضار الموت مد يديه أسبل رجليه أغمض عينيه قرأ ياسين حتى ختمها وأطبق فاه وفاضت روحه المقدسة. فأين المنادي وإمامه؟ أين المنادي وعليا وغريبة؟ صرخ الجواد وأبتا ضج الطوس بأهلها ارتفعت الجنازة. ذا يلطم على رأسه وذاك يصرخ وإماما وهذا شق جيبه في طوس صارت صيحة لأجل الرضا وزلزاله والأرض ترجف والرضا مطروح في شيء. وإماما شلت يمين الفاجر غال الرضا بسمومه يوم عبوس أكشار صاير علينا يوم من المدينة لتها جات هلا وعموم وجاله أبوه الكاظم ينظر عزيز أشحال إلا في طوس صارت صيحة لأجل الرضا والأرض ترجف والرضا مطروح في شيء. الله يا زهرة قومي
هذا اليوم يا المحزون شوف عزيزك مرمي والسم غير له ما مات منهم واحد في الدنيا مات عيونه إلا بسم هذا مطروح ما حد شاء إلا في طوس صارت صيحة لأجل الرضا والأراض ترجف والرضا مطروح فيش الدهر جار وفرق عترت علي الهاد هذا بسم هذا مذبوح قلبه صاد وهذا بسجن وهذا مغلول بالأقياد وهذا ثلاث بالعراء مطروح ما حد شاء إلا في طوس صارت صيحة لأجل الرضا والأرض ترجف والرضا مطروح في شيء صرخت الزهراء وولدها واسو الزهراء في مصيبتها وعليا وغريبا ومسموما كأني بها متجلببة بالسواد وقد حضرت تعزية ابن الرضا أنا لا تحسبون للرضا في طوس إلا في طوس ماجي ولا إلى بغداد ما رحت ما رحت تعنى بشقة أعظم علي صرخة الناعي على حزن